طيب هسألك على سر احتفال عمر كمال عبد الواحد امبارح بعد الضرب. سؤالك القصة خلصان؟ ما انا هكمل لك اهو. بس عايز اسمع معلوماتك عن حكاية رمضان صبحي. رمضان لن يلعب في الزمالك حتى يعتزل. رمضان صبحي لن يلعب في الزمالك حتى يعتزل. يعني ما عندوش رغبة. رمضان لا رغبة لدي في اللعب للزمالك اصلا. لا النهارده ولا بكره ولا في اي يوم. رمضان يعني لم يفكر ولن يفكر، ومن هم حاولوا يسيطرون عليه تماما رمضان مش هيلعب. ولا لما عبد الله السعيد اتكلم ولا اي حد. خد بالك الفيديو ده هيبقى فيديو تاريخي. انا بقول لك الفيديو تاريخي، وانا بقول لك رمضان لن يلعب في الزمالك اطلاقا. طب ما تسيبها مفتوحه شويه. اطلاقا لن يلعب في الزمالك. ما احنا ياما سمعنا الكلام ده. انا بقول لك رمضان لن يلعب في الزمالك. حلو خلاص نرجع للفيديو. نرجع للفيديو. صح نرجع لك الفيديو ده مره بالظبط كده. كلنا هنبقى عند الاثنين موجودين. طيب